الاتصالات. سيكون الآن معنا فقرة جميلة، حيث سنلتقي بخمسة من الأطفال، بل خمسة من الأميرات المتقدمات في مجال البرمجة، واللواتي فازن في مسابقة 1000 مبرمج التي أقامتها مؤسسة IoT Kids. سنتحدث إليهن ونعرف كيف تعلم البرمجة والمشاريع التي نفذها وتفاصيل أخرى. فقد الآن دعونا نذهب لفيديو قصير نرى فيه جانبا من مشاركة هذه الأميرات. So as you can see on the first back, Mehdi, I'm from Al-Nusur Primary School, Karbala. This is my project about the atom. I took this idea from a science lesson at school. I learned more about it and I made this project. I will also be teaching my brother about the atom and how to code this game on Scratch. Hi, my name is Wareth and I'm Rataj's brother. So as you can see, on the first backdrop, we have 5 different sprites. The A, the T, the O, the M, and the play button. And we have a big picture of an atom that I uploaded from my computer. The first letter is the letter A. So how I coded A was I used when flag is green flag is clicked and the forever button forever block and the change color effect by -50 block. AS4, show and hide. So now if we click it, it's going to switch the backdrop to this backdrop. I'm from اسمي ملاك ربيع عمري 13 سنة من مدرسة موهوبين نينوى. برنامجي هو Knowledge Desk، هو عبارة عن سلسلة من الأسئلة المتتابعة مختلف المجالات مثل الفيزياء، الكيمياء، الأحياء والرياضيات. Hello everybody. My name is Rataj Ahmed and I'm 9 years old. Today I'm going to be talking about my virtual pets. I was always dreaming of having a pet and taking care of it. So, I made one. السلام عليكم، أنا سما طه من برامج IoT كسرة. هذا هو مشروع اليوم. استعملت في برنامج السكراتش لإنشاء مشروع لعبة تعليمية للرياضيات لإيجاد رقم أو عملية حسابية مفقودة. السلام عليكم، أنا اسمي تارا علي، عمري 11 سنة من بغداد. اليوم حابة أشارككم بمشروع عن ظاهرة الكسوف الشمسي. فكرة المشروع أنه الأرض تفتر حول الشمس والقمر يفتر حول الآن بعد مشاهدتنا لهذا الفيديو والمشاركات أو نبدأ عن هذه الطفلات، دعونا نعود إليهم ونتحدث ونتناقش. الأميرات، دعني أعرفكم وأعد أسماءهن: رتاج علي، ملاك ربيع، رتاج أحمد، سما طه، تارا علي. هل أنتم معنا؟ تسمعون جيداً؟ نعم أستاذ. نعم. إذا جميع يسمعنا هنا. طيب، نبدأ بك رتاج. رتاج، عرفينا باسمك رتاج وعمرك ومرحلتك الدراسية. اسمي رتاج علي، عمري 11 سنة وأني صف أول متوسط. ملاك، ملاك، تسمعيني يا ملاك؟ نعم أستاذ. عرفيني بنفسك. تفضلي. اسمي ملاك ربيع، عمري 13 سنة من مدرسة موهوبين نينوى. صف ثالث. رتاج أحمد. Hi, my name is Rataj Ahmed and I'm 9 years old and I'm from grade 4. أسفة طبعاً إحنا حنكون مترجمين الرتاج، حيكون مترجمة رتاج. فهي رتاج أحمد وعمرها 9 سنوات وبالصف الرابع الابتدائي. وخلوني ارحب بالدكتورة زينب ام رتاج احمد، راح تكون مترجمة معنا عن زينب. عن الله يسعدك. شكرا، شكرا جزيلا. سما، سمعتني يا سما؟ نعم استاذ. عرفيني بنفسك سما. انا سما طه، عمري 12 سنة من مدرسة سما التفوق، الصف الاول متوسط.
لا تارا، تارا سامعتني؟ تارا. السلام عليكم، أنا اسمي تارا علي، عمري 12 سنة. تعلمت البرمجة لما كان عمري 8 سنوات. بديت بداية بسيطة. تمام، راح نرجع لك يا تارا. ريتاج علي. الآن بدنا نحكي يا ريتاج عن مشروعك. ممكن تحكي لنا اسم المشروع اللي شاركتي فيه بالاي او تي كيدز؟ المشروع الأخير أخذت الفكرة من درس بالعلوم وسويت ريسيرش أكثر على الفكرة اللي كانت عن الذرة، ووراها سويت لعبة عبارة عن أجزاء، كل جزء، الجزء الأول هو الجزء التعليمي اللي تتعلم عن شنو الذرة، والجزء الثاني هو اللي بي solver مالت الالمنت، يعني كم بروتون كم نيوترون وكم الكترون ويطلع الالمنت. طيب ريتاج، يعني الان المشروع اللي شاركتي فيه بالاي او تي كيدز كان عن الذره، احكي لي اكثر تفاصيل عنه. البدايه هو اسئله، من تضغط على السبرايت او الزر راح يطلع جواب للسؤال. اكو 5 اسئله، كل سؤال له جواب معين. ايش هم الاسئله؟ احكي لي. الاسئله يعني هي شرح عن من شو تتكون للذره، مثلا بروتونات نيوترونات والكترونات، وكل هذين صوتيات على مود الاطفال الصغار يقدرون يفهموهن ويسمعوهن بدون مساعده من احد اكبر منهم. والان انا مثلا الاسئله هاي قدامي، مثلا انا فتحت على هذا البرنامج وشفت هاي الاسئله قدامي، ايش يعني ايش ممكن اجاوب عليها؟ ايش راح يعطيني نتائج؟ راح يعطي انه البروتونات مثلا شنو الشرح مالتهن، انه شلون متكونين، وانه شلون ذره تتكون. والجزء الثاني من تكمل الاسئله راح يروح للجزء الثاني اللي هو السولفر مالت الاليمنت، يعني تقدر تتحكم بالعدد البروتونات والنيوترونات والالكترونات، وحسب عددهن راح يطلع الاليمنت المعين. حلو كثير. طيب ريتاج، عن البرمجه، انت تعلمتي برمجه صحيح؟ ايه. طيب شفتي هاي البرمجه صعبه ولا كيف؟ لا سهله. سهلة يعني، حلو كثير. طب ايش اللغات اللي تعلمتيها؟ حاليا تعلمت سكراتش وانبلوك، وقاعد اتعلم ابرمج بايثون. حلو كثير. طيب الان في اطفال بيسمعونا، وبتنصحيهم مثلا انهم يتعلموا برمجة؟ اي طبعا. طيب ليه بتنصحيهم يتعلموا برمجة؟ لان البرمجة قد كم سنة راح يكون العالم كله اي او تي، فالبرمجة راح تكون شيء تساعدهم. جميل انك يعني عندك فكره عن المستقبل شو راح يكون. نعم. جميل يا ريتاج. طيب ملاك سمعتني؟ نعم استاذ. ملاك، اكيد انت برضه تعلمتي برضه. احكي لي عن البرمجه اللي تعلمتي، ايش اللغات اللي تعلمتيها؟ في لغه السي بلس بلس، لغه البايثون، اتش تي ام ال والجافا سكريبت، وحاليا عاد بدي اشتغل بالانبوت واطوره. كل هذا ملاك. طيب احكي لي عن مشروعك اللي شاركتي فيه، ايش كان فكره مشروعك؟ مسابقه الاي او تي كيدز، شاركت باربع برامج، برنامج رمضان، برنامج العيد، برنامج لتطوير الصناعه والزراعه والعراق، تنطي النبات الخاص بك، ينطيك مجموعه من الخصائص كيف ممكن انه تعتني بينه بالمناخ بالتربه، ممكن أن تنطينه أيضاً اسم المرض كيف ممكن تعالجه وتهتم بينه. بالبرنامج الأخير طلعت بين الثانية على العراق، كان برنامج النولج تيست، هو عبارة عن مجموعة من السلسلة المتتابعة بمختلف المجالات مثل الفيزياء، الكيمياء، الأحياء والرياضيات والآداب. بعد ما تدخل مجموعة من الأسئلة والاختبارات ممكن أنه ينطيك سكور وينطيك المجال اللي أنت أبدعت بينه، ممكن أنه تشتغل بينه بوظيفة في يوم ما. حلو كثير. طيب ملاك، يعني
من وين بتجيب هاي الأفكار؟ يعني أفكار برامجك هاي من وين بتجيبيها؟ كيف تبلشي تنفذيها؟ جيبة من الأشياء اللي محتاجة العراق حالياً. خشيته أنه أغلب العالم تحتاج إلى كيف ممكن أنه أختار وظيفتي المناسبة، كيف ممكن أنه أعرف المجال اللي أنا ممكن أنه أكون مبدعة بينه، ممكن أنه أكون موهوبة بينه، ومن هنا يعني الأشياء اللي نحتاجها. حلو كثير. طيب أنا مثلاً بدي تنصحيني مثلاً في وظيفة، كيف مثلاً راح يشتغل هذا البرنامج؟ إذا أنا دخلت عليه بدي أشوف إيش الوظيفة اللي بتناسبني كمحمد، كيف راح يطلع لي النتيجة؟ أول ما تدخل طبعاً بعد ما يرحب بيك ينطيك مجموعة من المجالات. أول ما تدخل على أول مجال راح يظهر لك بالإف ستيتمنت إلى صفحة أخرى، ينطيك مجموعة من الأسئلة اللي راح تجاوب عليها. بالأخير راح ينطيك سكور، مثلاً بالمجال الرياضيات نتيجتك كانت 8/10، بمجال الآداب نتيجتك كانت مثلاً 4/10. ممكن أنه أنت تبدأ بمجال الرياضيات والفيزياء. والمجال الرياضيات والفيزياء، يعني ممكن يطلع لي وظيفة مثلاً أنت كمحمد أدرس هندسي مثلاً. نعم. حلو كثير. وإيش الأفكار اللي عندك في المستقبل؟ يعني الأفكار راح تنفذيها في المستقبل، ما عندك أفكار؟ أكيد عندك أفكار. نعم، ممكن أنه أشتغل على أي فكرة وأطور منها، أي فكرة ممكن أنه تفيد العراق، تفيد المجتمع وتطور بينه. ما شاء الله عليك. ريتاج أحمد، سمعتني يا ريتاج؟ نعم. كيف حالك ريتاج؟ I'm fine. أنا زينة. حلو كثير. عارفين ان فيك ريتاج، ايش المشروع اللي شاركتي فيه في الاي او تي؟ First, the IE competition, where there are three, the game consists three levels, and every time you win them, you give them, they give you like information about IE, and you have to collect sweets, كليتشه, and idea. المشروع الأول هي شاركت بثلاث مشاريع، فكان بالمرحلة الثانية اللي هو العيد كومبيتيشن، كان مسابقة عيد، يعني مسابقة من يعني جزء هو من مسابقة الاي او تي كودرز، كان فيها جزء مسابقة للعيد، وهي ساهمت بلعبة صممتها عبارة عن ثلاث مراحل. المرحلة الأولى كانت عبارة عن تجمع سويتس، المرحلة الثانية تجمع كليتش اللي هي طبعا أكلة تقليدية بالعراق، وأيضا عيدية، تجمع عيدية اللي هي طبعا تعرف هذا مبلغ المال اللي نستلمه بالعيد احنا من كنا أطفال يعني. ومع نهاية وكل طفل يربح مرحلة فهو يحصل معلومة عن العيد، يعني سواء تكون يعني مثلا معلومة تاريخية أو معلومة دينية عن العيد. الفكرة صراحة هذا المشروع الأول. The second project. It was about there are sensors for smart irrigation. It's about the smart irrigation system, and there is an IoT central unit which detects from the sensor of each area if they're thirsty or full, and the IoT central unit is connected to the water controller, and the water controller will give the plants water if they're thirsty, and it will stop the water pump when they're full. And the Cody Rocky is used as a farmer's smart device, and it will do uh-oh emotion when the plants are thirsty and yay emotion when the plants are full. المشروع الثاني كان اللي هو بالمرحلة قبل الأخيرة، وهي طبعا فازت به بوقتها بالمرتبة الأولى، اللي هو كان عبارة عن نظام ري ذكي. نظام الري الذكي هذا أنه يعني مبني على الانترنت اوف ثينجز تكنولوجي، انه مغطى كل منطقه بسيطه زراعيه مغطاه بسنسر، يكون وهذا السنسر هو اللي يبلغ الانترنت اوف ثينجز السنترال يونت، يبلغ انه هذه المنطقه تحتاج مي او هي مثلا مليئه بالمي فلازم المي يتوقف، فهذا السنترال يونت هو اللي يتحكم بالووتر كنترولر على اساسه هل حينطي مي لهذه المنطقه او لا. طب احنا بنحكي عن كنترولر، ايش نوع الكنترولر اللي استخدمته ريتاج؟ يعني هي فقط هي داخل البرمجه، يعني هي سوته فيرتشوال افتراضي، يعني هو مو نوع كنترولر معين، يعني هو فقط يعني ووتر بامب
لكن مربوط بالاي او تي، يعني هي سوتها من ضمن السكراتش، يعني كتبتها من ضمن السكراتش كبرمجه. وهي استخدمت روبوت اللي هو الكودي روكي، هي برمجته كانه هو الجهاز الذكي اللي يكون عند الفلاح، اللي يبلغ الفلاح انه المنطقه الفلانيه هي تحتاج مي، او المنطقه الفلانيه هي يعني تشبعت بالمي. صراحه هاي الفكره يعني هي ما يسعى اليه العالم حاليا، هو في الانترنت اوف ثينجز، يعني مواكبه دائما ريتاز لهذه المتطورات. الان طب ايش اللغات البرمجه اللي كتبت الكود فيها ريتاز؟ العفو، بس الفاينل بروجكت، لانه هي المرحله الاخيره. انا اسف نسيت صراحه الفاينل بروجكت، احكي لنا. الفاينل بروجكت I made Cody Rocky as my own virtual pet. My pet gets hungry, it gets sleepy, sick and bored. And I have to take care of it. I can feed it like a car when it gets hungry, and it will do some yummy motion. I can block the light sensor so it can fall asleep, and I can use I can shake it to make sure that it's happy and it's having some fun. And when it's sick, I will get a blanket and cover it up over the IR color sensor so it can feel better. هي قدمت مثل الدرس التعليمي عن كيفية، وهي طبعاً برمجت روبوت كأنه هو الحيوان الأليف إلها. طبعاً هذا الروبوت مثل الحيوان الأليف عنده متطلبات، المتطلبات هذه إنه يجوع ويكون يشعر بالنعاس ويشعر بالمرض وأيضاً شنو هانغري ها ويشعر بالملل. فهي طبعاً لازم تلبي احتياجاته بالاعتماد على السنسرز اللي بداخله هي برمجته. فمثلاً في حالة إنه يحس بالبرد أو بالمرض، فهي تغطي طبعاً بالاعتماد على أحد، تغطي ببلانكت يعني بشون يعني بغطاء حتى يشعر بالدفء وينطي يعني شعور كأنه بالراحة وبالسعادة. وهذا طبعاً بنفس المبدأ هي اتبعته مع تلبية المتطلبات الأخرى من ناحية إذا كان جائع أو يشعر بالملل وغيرها. وبعدين هي طبعاً قدمت جزء الكودينج اللي هي شرحت للأطفال شلون يقومون ببرمجة هذا الروبوت. ما شاء الله ما شاء الله عليها. الله يسعدك يا تاج. سما سمعتني يا سما؟ نعم سما. سما بدي أعرف إيش هو مشروعك؟ إيش مشروعك اللي شاركت فيه بالـ IoT؟ أنا سويت عدة مشاريع. المشروع الأول اللي هو مشروع الهيلثي فود والفاست فود، اللي هو برنامج يتحسس عن طريق سنسرات مربوطة بالروبوت والحاسبة نوع الغذاء وعدد السعرات الحرارية وإظهار رسالة صوتية على الكمبيوتر. وعرض هذا المشروع بنقابة المهندسين العراقيين. بالنسبة للمشروع الثاني، مشروع الطعام الذكي لأحواض الأسماك، حيث ربطنا مستودع الغذاء بالسيرفو والروبوت ليتحرك بزاوية معينة وتايمر لتزويد حوض السمك بالغذاء. والغرض منه توفير كميات الغذاء وإطعام الأسماك بالكمية والوقت المناسب. فزت بهذا المشروع بمسابقة الماراثون البرمجي بالمرتبة الثالثة. والمشروع الثالث مشروع استغلال مخلفات البيئة من الزجاج لإنتاج مواد بناء صديقة للبيئة بعد أنه تمر بمراحل الفرز عن طريق الروبوت، حيث يتعرف على الزجاج من باقي النفايات وثم التكسير والطحن وخلطه بمواد أخرى وصبب قوالب مواد البناء. حصلت بهذا المشروع على المرتبة الرابعة في مسابقة الألف مبرمج، إضافة إلى مشاريع أخرى منها مشروع فيروس COVID-19 ومشروع العيد حول إلقاء التحية على الأصدقاء. جميل. طيب بما أن في خضم هذا COVID-19، احكي لنا عن مشروعك فيها. المشروع COVID-19 اللي هو يعرض تعرض تقديمي شلون منين جاء فيروس COVID-19 وطرق الوقاية منه وشنو أعراضه. حلو كثير. طيب بالنسبة للبرمجة يا سماء، إيش لغات البرمجة اللي بتستخدميها؟ كيف تعلمتي برمجة؟ C++. تعلمت البرمجة عن طريق الـ IoT Kids.
اشتركت في سمر سكول ليفل 1 اول شيء، وهسه انا ليفل 3 حاليا. ليفل 3 يا ما شاء الله عليك. تارا سمعتني؟ نعم استاذ. كيف حالك يا تارا؟ تارا؟ نعم استاذ. سمعتني؟ اي استاذ. ايوه احكي لي عن مشروعك يا تارا. استاذ هو بها اربع مراحل، اللي هي مرحلة انه الاولى، المرحلة الاولى اللي هي احنا لازم نسوي لعبة عن رمضان. سويت انه كاميرا. كملي يا تارا سامعك. تتحسس انه الشخصية وتطي مثلا تطي السلام، وايضا همينة تطي مثلا هدية او كليتشة. والمشروع للمرحلة الثانية. حلو. اللي هي مع العيد. سويت النفال اثنين خلصوا من صلاة العيد، بعدين قاموا قرروا انه يصنعون كليتشة العيد، فانا خليتها انه هم يجمعون المواد بعدين يصنعون الكليتشة وبعدين يفاجئون اهلهم. حلو كثير. والمشروع للمرحلة الثالثة. أيوة كميلة. للمصنع الزجاج. للمصنع الزجاج خليت انه شلون احنا نصنع الزجاج. سويت انه مصنع واحنا لازم مثلا نجمع المكونات اللي هي الرمال واكسيد الصوديوم واكسيد السيليكا، وبعدين كلهم نجمعهم، وبعدين عندما تتم عملية صنع الزجاج ممكن انه احنا نختار لون الزجاج اللي نريده، فلهذا احنا نقدر نختار اللون اللي احنا نريده واللي عاجبنا، بعدين يطلع الزجاج اللي على اللون المطلوب. والمشروع الاخر اللي هو عن كيفية حدوث ظاهرة الكسوف الشمسي. حلو. خليت انه انا شلون خليت انه اراوي انه شلون انه تصير عملية ظاهرة الكسوف الشمسي. خليت الارض يدور بمسار بيضوي. حدث على الساين. صار خط راح يوقف يوقفن ويصير الكسوف الشمسي. ما شاء الله عليك. كثير كثير انا سعيد بسماعك يا تارا. صراحة أفكارها كثير حلوة. صغيرات المميزات والنجمات، ريتاج، ملاك، ريتاج، سما، تارا. أنا عن جد كثير سعيد، كثير سعيد بسماع الأفكار. يعني ما توقعت إنه يعني ما شاء الله أفكار كثيرة، مو مجرد أفكار بسيطة يعني. حتى لو كانت يعني بشكلها العام بسيط، لكنها يعني هناك في إضافات، طريقة طرحها، كيفية عرض. شيء جميل جدا جدا جدا. صغيراتي أتمنى لكم كل التوفيق، واصلوا نجاح.